اهلا بحضراتكم معانا في قناة الابيض تي في، وحلقة قوية ومهمة جدا من حلقات التوقعات. وزي ما عودناكم معانا على احدث واقوى التوقعات من اهم المتوقعين العرب والاجانب، واللي بنحرص دايما انهم يكونوا معانا في قناة الابيض تي في وكمان على قناة توقعات 2021. النهاردة معانا المتوقعة اللبنانية بائعة الامل مها عطية في توقعات حصرية جدا لقناة الابيض، هتتكلم عن اهم توقعاتها للبنان للأيام القادمة والشهور القادمة، خاصة بعد التأزم الكبير والمشاكل اللي بيمر بيها اللبنانيين كل يوم من تدهور كبير في الأوضاع المعيشية، من مشاكل انقطاع الكهرباء واستغلال الجشعين وخلق مشاكل عدم وجود البنزين وبيعه في السوق السوداء، وأيضا مشكلة المياه اللي جدت مؤخرا وأشعلت الشارع اللبناني، طبعا بالإضافة للمشاهد اللي كلنا شفناها على وسائل التواصل الاجتماعي من قطع الطرق والسرقة بالإكراه. للأسف الوضع اللبناني حرج جدا ولازم تدخل سريع من كل القيادات السياسية، لازم يتوحدوا ويحلوا مشاكل البلد والشعب اللبناني، عشان الشعب اللبناني تعب جدا من تدهور الأوضاع ولا مجيب لشكواهم. بجد يعني ربنا معاكم يا أهل لبنان الحبيب، كل قلوبنا معاكم، وإن شاء الله إن شاء الله هتعدي الأزمة دي على خير وحيرجع لبنان أقوى وأجمل زي ما كان وأحسن. مش هطول عليكم، ياريت تعمل لايك للفيديو وتوصلوا لأكبر عدد ممكن من اللايكات، ولو انت بتشوفنا لأول مرة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. هسيبكم مع أهم توقعات لبائعة الأمل مها عطية. يسعد مساكم متابعينا الكرام، من بعد غيبة رجعنا وإن شاء الله يكون في عنا اليوم أخبار حلوة وشوي بتبدنا بالأمل، مثل ما عودتكم عليها دايما أنه يكون في عنا أخبار شوي تعطينا شوية أمل وتغير لنا من معنوياتنا، رغم أنه الأمور حاليا ما هي كتير بالنمط اللي نحن بدنا إياه أو بالوتيرة اللي نحن بدنا إياها أنها تكون سريعة جدا لحتى تحل الأزمة اللي نحن فيها، بس خليني أقول أنه فيها بصيص من الأمل وفيها شيء حيريحنا. خليني بلش أقول بالنسبة لتوقعاتنا نحن اليوم، عندي أنا شوية توقعات عن لبنان، عن مصر، عن سوريا، عن العراق، عن شوية السعودية وبعض الدول العربية كتونس وقطر. خليني بلش فيهم سريعا ومختصرين جدا جدا كرمال كل الناس اللي مستنيتنا، وهي الأحداث متسلسلة لح ابتدي فيها أنا طبعا من لبنان. على صعيد لبنان باختصار سريع، أمريكا لها حلفاء بالشرق الأوسط وعلى رأسهم السعودية والإمارات، وإيران لها أزرع مثل الحوثيين وبعض الأحزاب وغيرهم، وضموا إلى نفسهم مؤخرا الإخوان المسلمين بشكل طبعا غير مباشر. هلأ نحن إذا نحكي على إيران على أرض الواقع آخر سنتين، رغم كل الأحداث اللي سيطرت فيها إيران على العراق تماما وتحكمت بها بكل خيراتها وخيرات سوريا وعلى الأرض اللبنانية من خلال الحزب حزب الله، وأمريكا هي على رأس كل هيدا الشيء، فجأة فشلت. وحاليا كلنا تابعنا الأخبار اللي صارت من تقريبا من 3 أيام، وذلك بأن الأزرع الحوثية الإيرانية دمرت السعودية وأرهقتها، والآن الذي سيحدث هو أن إيران تريد السيطرة على لبنان كاملا، ثم تعمل امتدادها الشيعي، ثم تطلع باتجاه الحكم العسكري باتجاه سوريا، والآن هي متواجدة على الأرض اللبنانية من خلال حزب الله. لن تذهب، بل ستثبت وجودها، والسفن التي انطلقت سوف تصل وسوف تلتحق بها سفن أخرى وبدعم مادي طبعا، هذا الشيء لأنه اشتروه، مش أنه هبة، يعني مش هيوصل هالبواخر توصل للبنان بشكل هبة، رح يكون هي مدفوعة الثمن، وأكيد نحن هون بلبنان لازم يندفع ثمنها للسفن اللي حتوصل. هذا الكلام سوف يخلق تخويف كبير عند إخواننا المسيحية. أنا عم بحكي الموضوع بشكل مثل ما هو مطروح، أوكي؟ فأي حدا بده يستغرب من الكلام يرجع يعيد الكلام مرة واثنين وثلاثة لحتى يفهم أنه هذه القصة أو هالمسرحية اللي عم بتصير شو هي أو شو هو السبب اللي عم بيعوقها لحتى نحن وصلنا للي وصلنا له. هذا الشيء رح يخلق تخوف طبعا عند إخواننا المسيحية، وهيدي اللعبة التي تقودها المخابرات الأمريكية والبريطانية، طبعا الكل عارف أنه في إلهم بسفرات هون موجودة
وأيدي ممتدة طبعا بسفرات وبمولوا فيها ليخلقوا فيها بعد الزعزعة وبعد المصايب بالمشاكل، وهني أساس مشاكل والبلا بكل العالم. وشفنا طبعا نحن كتير كان طوابير خامسة، وكانت العالم تسأل، وأنا كنت أقول انتبهوا، الثورة كانت ماشي بشكل نظامي، ولكن الطوابير يلي اندست بالشوارع هي طوابير خامسة، فديروا بالكم يا شعب. وأكيد ما كان حدا يرد علي ولا كان حدا يسمعني. فكان كل مصايبنا ومصايب العالم بشكل عام، أشرس مخابرات كانت هي بالعالم، الأم آي 6 ومن خلاله بتعمل المخابرات البريطانية ببيروت، لهم ناس سريين تعمل على أرض الواقع بالمخيمات الفلسطينية. الخلاصة أنه يكون الوضع كونفدرالي، مثل ما أنا مرة قلت لكم أنه نحن حنكون متجزئين، حنروح للفدرالية ببلدنا، مع الأسف لحيكون كل منطقة إلى مسؤولة وحزبة وحاكمة. وهذا الكلام كان لتقسيم لبنان لجزئيات وتسهيل مبادرات سلام مع إسرائيل. الأفضلية أن تقرف لبنان بكل الوسائل، كان كل هدفها أنه تقرفنا وتزهقنا وتوصلنا من جوع، من قطع الفيول وقطع مادة البنزين والكهرباء والإنترنت، لحتى بطريقة يعني سمحوا لهذا الشيء يوصل بطريقة غير مباشرة، إلى أن إيران أن تصل إلى لحتى وصلتنا إيران هيدي البواخر، وعن طريق حزب الله وأنصاره رح يزودوا الناس بالمازوت، ولكن لح تكون هون في شعبية طبعا زايدة إلى الطائفة الشيعية، ولكن هذا الشيء لح يأثر للناس الطوائف الأخرى لأخواننا المسيحيين اللي هن هون، لح يكون في إلهم صوت، لح يطلع الصوت. بنرجع منقول رح يدعموا أكتر اللي رح يخاف على حاله، أنه إخواننا المسيحيين سوف يطلع صوت صدى الصوت الجهات المسيحية المتعددة والكتائب والأحزاب المسيحية في لبنان، خوفا على نفسها وتواجدها، تريد الاستقلالية. ومن هنا سوف يجي حوار مشترك، لأن إيران صارت لاعب قوي، ما عادت لاعب ضعيف. الجلوس لازم يصير على طاولة المفاوضات على شكل التالي، لا يمكن إلغاء حزب الله ولا إلغاء أي أدوار أخرى، وبالتالي رح يصير كونفدرالية لكل الطوائف، وهذا كله تخطيط من القوات الأمريكية والبريطانية على تجويع لبنان وإغراقه، وكل التحرك الفرنسي بأوامر أمريكية. وبالنسبة لإيران وسيطرتها سوف يحددوه، وللغاية أن الدولة اللبنانية تعمل على حصر السلاح، وكل هذا مربوط بالوضع في سوريا، يعني سوريا والجيش السوري باستعادة كثيرة للمناطق في سوريا وعمليات أمنية كبيرة. مثل ما أنا عم بقرأ هذا الحديث، هو هيك مش لح يتغير. نحن رايحين لتجزيء لبنان، مثل ما كنت بالسابق حكيت وقلت أنا أنه أنا بشوف لبنان رايح كونفدرالي، وهذا الشيء مع الأسف لازم يوصل لهذا الشيء، لحتى نحن يمكن يكون مريح لبعض الطوائف أو لبعض الأحزاب. لإنهاء المسلحين ودحرها في سوريا، وسوف نسمع في الأوان الأخيرة عن عمليات كبيرة حتى تصل لسلام شامل، وسنرى رؤساء كانوا ضد بشار يزورون الأرض السورية، والعكس صحيح، وانفتاح سياسي كبير على سوريا. لبنان، ترتيب الأوضاع السياسية، تصفية القضية الفلسطينية تحت خضوع لبنان لشروط أمريكا، وإنهاء المخيمات اللاجئين الفلسطينية قضية لبنان من هون لنهاية السنة. مثل ما قلت لكم أنه الموضوع متعلق بقضية الفلسطينية، اللي بيذكر مرة الماضية يوم اللي حكيت أنا وقلت أنه موضوع غزة حتى لي كمان ينحل. المخابرات المصرية قالت أنه إذا بتحلولنا موضوع سد النهضة نرجع نفتح ملف غزة. الموضوع متوقف على ضغط أكتر وأكتر، لحتى يكون في إنهاء
المخيمات الفلسطينية وتوطينهم بكل مكان بيكون موجودين فيهم. هلأ من هلأ لنهاية السنة مثل ما وعدكم بالتوقع الأخير قلت لكم ما حدا يجي يقول أنه مبارح صار وبكرة ليه ما صار. أنا عم بعطيكم يوم من هلأ لشهر 2 انه الكهرباء والانترنت قلت لكم رح يكون في دعم كتير، والبواخر اكيد رح توصل مع شويه منغصات رح نشوفها، وما في شك انه ما حيكون في منغصات. المدارس اللي سالني عن المدارس انا قلت لكم مدارس رح نشوفها جزئيه حضور بالمدارس وجزئيه رح تكون على طريق عن طريق التواصل، لانه موضوع الكهرباء رح ينحل جذريا. كمان حكينا عن الأوضاع، الأوضاع سوف تتغير مقابل كل الأمور اللي حكينا فيها. سوريا نحو نقلة نوعية في تطور والاقتصاد بنتيجة رجوع كتير من الأمان والاستقرار، وهذه الأمور مع بداية الشهر الرابع من بداية السنة القادمة بإذن الله كل العمليات راح تتم مد وجزر في قرارات مهمة على مستوى الرئاسة السورية، وحتكون قرارات جريئة جدا في كثير من الأمور. رح نسمع أسماء حساسة ما كان حدا يسترجي يحكي فيها حتى من قبل ما يعني يذكر اسمها رح يتم تقييدها. هيدي بالنسبة للبنان وسوريا. ما حدا يرجع يسألني بالنسبة للدولار، الدولار رح يكون بلبنان، هلا عم بحكي بلبنان رح يكون بطلوع ونزول ولكن غير مستقر أبدا. قلت لكم أنا حيكون في حكومة ولكن حكومة مؤقتة، ما عدني أنا مصرة على هذا الكلام ما حغير فيه، إنه الحكومة رح تكون مؤقتة عند بالنسبة للبنان. سوريا حيكون في انفراجات وفي تغيير وفي حيكون قرارات جريئة جدا بالنسبة لسوريا، وفي أشخاص حساسة جدا رح نشوفها رح يتم تقييدها. العراق حكينا المرة الماضية عن الرئيس القادم رح يفاجئ الجميع على أرض الواقع في إجراءات العراق بتحسن بقيادة الرئيس العراقي، ويفاجئ عودة العراق على وجه الواجهة العربية من خلال زيارات مفاجئة لكتير من أكثر من الأول لدول كتيرة عربية، ومن خلالها استدعاء لكثير من الرؤساء العرب لزيارة العراق. وتم حاليا أكثر من زيارة، ولح يكون في بعد زيارات، والعكس صحيح، لح يزور ولح يكون في استدعاء لرؤساء عرب يزورون العراق قريبة بزيارات مكثفة، مش مثل قبل سنة مثل السنين اللي مرقت. بالنسبة لأفغانستان والفوضى الخلاقة، خلينا هيك نسميها الخلاقة في أفغانستان، هي على حدود كانت مع إيران وأمريكا، لعبتها من خلال انسحاب تكتيكي من المخابرات الأمريكية والبريطانية، وذلك ترك كافة السلاح على الأرض الأفغانستانية، يعني اللي شاف أنه كيف انسحبت تركت كل المعدات اللي إلها، لجعل أفغانستان ورقة ضغط على إيران كونها تدعي إنها سنية الفكر. هيدا كان بالنسبة لأفغانستان. وفي ورقة ضغط على الحدود المفاجئة حتكون هي الجسر الذي سيمد المال والسلاح والمعلومات وكل التحركات يلي كانت تكون من قطر. وهنا رح يبرز دور الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير خارجية قطر في كثير من المواقف، وهو الممول الرئيسي لحركة طالبان، وهذا ليس سرا ولكن رح يتفاجأ الناس بشغلات سرية، وقريبا جدا رح تلعب قطر هذا الدور للحفاظ على بقائها في المنطقة، وتلعب ورقة ضغط على 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 كل على كل من على كل من الدول اللي كانت قريبة منها، وعلى الدول التي تجاورها، لأن هي الداعم والمحرك الأساسي لجمعيات طالبان وتنظيم القاعدة. الإمارات وتركيا
التنسيق على ضخ الأموال والأجهزة الاستخباراتية على أرض أفغانستان لمحاولة كسب طالبان، وودها تم التغيير كثير من المواقف تجاهها. هيدا كان الأمر اللي حكينا فيه بالنسبة لأفغانستان. هلا ما بدي ارجع عيد انا كل الحديث اللي كنت توقعته سابقا، لانه اللي عم بيتابع اخباري وعم بيتابع اخبار الدوليه والمحليه عم بيشوف قديش عم تكون عندي المصداقيه، بغض النظر على كل اللي كانوا عم بيبعثوا لي مسجات انه فلان قال هيك وفلان قال هيك. كل واحد حر بتوقعاته، واللي بدي اقول انا اللي ما بيحب انه يتسمع لتوقعاتي ما بحاجه انه يفوت ويعمل اي تعليق سلبي، لانه بالنهايه هالقد بيكون هو ذوقه هالقد هو استوعابه، فبدون ما يعمل اي تعليق لانه حيتم الحظر مباشره. وبالنسبه للتوقعات السلبيه هيدا الشيء موجود فيي وبلاي عم بيكون موجود، فلا تعليق اكثر من هيك. وفي ختام حلقة النهاردة القوية جدا من توقعات مها عطية بائعة الأمل، بشكركم على حسن متابعتكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وهشوفكم إن شاء الله بكرة على خير وتوقعات جديدة، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.